فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج الدخول والجلوس نهارا عند من لم تكن ليلتها؟ عماد القسم الليل، فلا في النهار لا بأس أنه يدخل على نسائه ويسألهن عن حاجتهن وعن يقضي حوائجهن، لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه بالنهار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.